مدينة المحمدية والسيد ولي أمن جهة الدار البيضاء الكبرى والقوات المساعدة وكل الصاهرين على أمن واستقرار هذا البلد. وكما غنقول لك بالنسبة للمباراة اليوم هي مباراة خير دليل هاد الأجهزة الأمنية اللي جات بكثافة، فكنتمنى أن تدوز هاد المقابلة في أجواء رياضية أجواء أخوية. فبالنسبه للتذاكر، التذاكر هي اثمنه مرتفعه باش دير واحد 200 درهم 300 درهم مغطاه 2000 درهم المنصه الشرفيه، والمنصه الشرفيه اللي فيها الكراسه ديال التريتور كنكريوهم حنا غير بخمسه درهم في حشومه وعار. ان السيد رئيس الشركه والسيد رئيس مجلس البلدي والسيد برلماني المدينه انه اللي عاود انه يعطي واحد الصوره مثاليه اللي على نفسه وعلى المدينه ككل. فللاسف الشديد شكون هو الرابح وشكون هو الخاسر اليوم في غياب الجماهير؟ فالرابح والخاسر، الخاسر هي الاجهزه الامنيه اللي جايه تضربها الشمس لحشومه باش نجيبوا هذا الكم هائل انه تجي هنا وتضربوا الشمس، غيجيو من الصباح حتى 8 ديال الليل او 10 ديال الليل. فعيب اننا نديروا نشوفوا بحال هذا المنظر، هذا الشيء يحز في النفس. فكما قلت لك الرابح هما اللعابه، هما دائما الرابحين، طالع بحال المنشار طالعين واكلين نازلين واكلين. فللاسف الشديد كما قلت لك انا اثمنه باهظه، فاحنا كنتمناو من السيد رئيس الشركه انه يعطي واحد الصوره مثاليه على نفسه وعلى المدينه ككل، لانه كيمثلنا ولا يشرفنا انك باش دير باش تلوي يد الجمهور الرجاوي. فاحنا كنا مغاربه، كنا كنحملوا رايه واحده دم واحد، فكانت اذا كانت هذيك الاثمنه اللي هي باهظه من اجل الشباب، احنا الشباب نعطيوها الدم ديالنا، الشباب نعطيوها الدم ديالنا. انا كمحب لفريقين للرجاء وللشباب، فبدوري انا كابن مدينه المحمديه اتمنى الفوز للشباب المحمديه. فاحنا ما كننساوش الخير ديال السيد رئيس الشركه بان جابها من الهوات البروميان ديفيزيون، احنا ما تنساوش الخير ديالها، وكان المحبوب ديال الكل. فبغينا هذيك الصوره المثاليه اللي كنا كنشوفوها قبل، بغينا نشوفوها من هنا ل 20000 عام، نبقى دائما نبقاو نعاودوا عليه الاجيال واجيال. التعليق ديالكم على كما قلت لك مشكورين رجال الامن الوطني بكل الفئات. فللاسف حنا باش نجيبوا هذا الكم هائل على اساس مباراه كاس العرش، فهذا يحز في النفس. فكنتمنى ان تجوز في هذه الاجواء، هذه المباراه تجوز في اجواء رياضيه اخويه. فكما نعيد نكرر، يؤسفني كابن مدينه المحمديه وكغيور على المدينه المحمديه وكمحب لشباب المحمديه والرجاء البيضاوي اننا نشوف مثل هذه الامور اللي هي امور شويه صعيبه. فكنتمنى من السيد رئيس الشركه، حنا كنعرفوا بان وليتي في واحد المستوى عالي، ما تتبغيش اللي يلوي لك يدك، حنا عارفين هذه، لان المحمديه 4 ديال الجوي كما قلتي راه تتبخرها. فبغينا رساله ديالي، بغينا نشوفوا بان السيد اللي تيمثلنا وتيمثل المدينه ان نشوفوا ونسمعوا اي واحد تيقول عليه كلمه زينه. فغادي نعاود لكم واحد القصه كما عاودت بعض المنابر. فانا كنت بالتوني ديالي في الماضيه كنت كنفطر، جاء عندي واحد ملتم، شخص ملتم، قال لي التوني ديال الشباب، قلت لي فعلا ديال الشباب، قال لي الشباب غاده زوينه. ولكن للاسف الشديد الرئيس لا حول ولا قوه الا بالله، دونك ملي كتشوف ان في الماضيه تيتكلموا عليك بواحد البشاعه ديال الصوره، فهذا لا يشرف مدينه وابناء مدينه المحمديه. اذا كنشوفوا هنايا يعني السيارات ديال الامن لا تعد ولا تحصى، يعني غير مسبوقه بمدينه فهذه احتياطات. كان الله في رجال الامن ولكن قد بشغلاتهم صراحه. فمشكورين من هذا المنبر، فمشكورين من طبيعه الحال، فمشكورين جزاهم الله خيرا. فهذا الشيء كله على امن واستقرار مدينه المحمديه والبلد ككل. فهذا الشيء كنشوفوا صراحه، هذا الشيء كيفرح بالامن الكثير. كما نعيد الكره ان خاص ما يبقاش هذاك الشناز ما بين السيد رئيس الشركه وجمهور الرجاء البيضاوي. فكما كتعرفوا كاينين محبين ديال الشباب، كاين محبين ديال الرجاء، كاين محبين ديال الفرق المغربيه. فتخيل ان واحد غير تعادلات الرجاء انتحر، فما بالك تستفزوا انت كرئيس شركه؟ فخاص هذه الاستفزازات ما خاصهاش تبقى.
راه تيمثل المدينه في قبه البرلمان، راه تيمثل المغرب في عده منتديات خارجيه، فكنتمناو خيرا باذن الله تعالى. شكرا. تحيات. إذن كنشكر الفاعل الجمعوي سي رضوان. كما كتشوفوا بالصورة استنفار أمني غير مسبوق، هانتوما كما كتشوفوا داخل ملعب البشير وأيضا بكل جنبات ديال ملعب البشير بمدينة المحمدية.